دون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك منشورا على صفحته بالفيسبوك بمناسبة ذكرى مذبحة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات. وقال حمدوك: من باب أولى ونحن نسعى من أجل تحقيق العدالة أن نعمل على كشف الحقائق ومعرفة المتسببين في قتل أبنائنا وبناتنا شهداء الثورة وتقديمهم للقضاء العادل، فبذلك نوقف العنف المؤسسي والموت العبثي الذي ظل فينا منذ ما قبل الاستقلال. التقى الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني عضو مجلس السيادة مالك عجار بمنتجع مونينو بكمبالا، ووصل عجار إلى أوغندا اليوم برفقة وزير الخارجية مريم الصادق المهدي للمشاركة في تنصيب موسيفيني لدورة رئاسية جديدة. وجرى خلال اللقاء تبادل مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين. التقى وزير المالية جبريل إبراهيم بسفير أثيوبيا في الخرطوم يبلطال أعمرو، وبحث اللقاء أواصر التعاون التجاري والشعبي بين الدولتين وسبل المحافظة على هذه العلاقة الأزلية بينهما وحسن تطويرها، مما يجعل شعبي البلدين في المنطقة الأفريقية أكثر ترابطا وأمانا. أعلن رئيس كيان الشمال محمد سيد مسر الخاتم عن فراغهم من وضع خطة استراتيجية قومية شاملة للبلاد لحل القضايا القومية الشائكة، وأعلن محمد عن تدشين الخطة تحت مسمى الرؤية الوطنية للإصلاح عقب عطلة عيد الفطر المبارك بقاعة الصداقة بالخرطوم وبحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. التقى رئيس بعثة يونيتامز فولكر بيريتس بوفد مبادرة الأجندة النسوية لمفاوضات السلام المقبلة بجوبا، وقدم الوفد نسخة من الوثيقة التي وقعت عليها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وشملت تضمين حقوق النساء في اتفاقات السلام المقبلة وتوسيع المشاركات النسائية السياسية في التفاوض.